أخبار اليوم. مبادرة اكتشف مصر تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، ودي المبادرة الأولى. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين فيها يعني جهات كتيرة، نادي السيارات، ودي فكرة المبادرة جت فيها شقين، لأن الناس تلتزم بالقواعد المرورية، أوكي، وبنقول لكل مصري اكتشف يعني الكنوز اللي في بلدنا. فعلا مصر يعني زاخرة بكل المناطق السياحية زي ما حضراتكم شايفين، منظر رائع أكتر من رائع. ودي بداية هتكون يعني بداية النهاردة إن شاء الله، وهيبقى في بلان إن احنا هتبقى على هتاخد كل محافظات مصر على المدى الشهور الجاية إن شاء الله. ممكن أسأل على المبادرات كمان اللي جاية في السياحة الداخلية؟ تمام. طبعا في مبادرة مصر في قلوبنا اللي احنا بديناها في ديسمبر 2014، وهي مستمرة، ودي كانت للأقصر وأسوان، وهذه المبادرة مستمرة لحد وقتنا ده. اوكي، ضفنا على الأقصر وأسوان لأن لقينا الإقبال رائع، ودي طبعا نايل كروز. عملنا مبادرة لشرم الشيخ، وطلعنا برضو مبادرة طابة، وحاليا من 28 بالضبط بالتحديد هيكون في مبادرة يعني برضو مصر في قلوبنا، هندخل فيها ديستنيشن أو هندخل فيها مقاصد سياحية عايزة أقول تضررت من انكسار الحركة السياحية، وهي طابة ونويبع ودهب، ودي الأول مرة هتبقى معانا إن شاء الله. وعايزة أقول بأسعار غير مسبوقة، معانا مصر للسياحة، معانا تفضل والله بتبدأ من 300 جنيه الفرد في الأوضة الدبل، أوكي، وهي بتبقى بالأوتوبيس، أوكي، وفي أقل من كده برضو، بس ده بداية يعني، اوكي، وبتبقى كل الاقامات 5 ستارز و 4 ستارز. ممكن اسال كمان على شرم الشيخ الايام دي؟ تمام. نسب الاشغالات والله انا شايفه في نسبه اقبال، خصوصا ان احنا في اجازات نص السنه، اوكي، يعني عايزه اقول نسبه الاشغال عاليه جدا طبعا بالقياس للفتره اللي فاتت. وعايزه اقول ان هذه المبادره مستمره معنا لحد 30/5/2016، وهي يعني احنا واي طلب بالنسبه لاماكن انتم عايزين تشوفوها، او يعني المصري عايز يشوف الاماكن دي احنا بننزلها، بدليل ان احنا نزلت دهب ان شاء الله ونويبع، اوكي، وزي ما بقول في مصر في قلوبنا ما كانتش موجوده قبل كده. وعايزه اقول استمتعوا فعلا ببلدنا الجميله اللي فيها يعني فيها اماكن سياحيه غير عاديه.